اي نعم، يقول رجل شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني هو في الاصل مولود مسلم ولا جاي من بره؟ لا لا مو انت، لا هو يعني دخل في الاسلام او مولود مسلم. مولود في الاسلام. يقول شخص مسلم يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، ما يفعل شيء من الطاعات الله تبارك، وطبعا مخربها من الصوب الثاني، خمر وزنا وربا خلها سودة مرة واحدة عمية. اي نعم. المهم الشاهد، يعني هل هذا مسلم او كافر؟ واذا مات هل نصلي عليه او لا نصلي؟ هل يدفن في مقابر المسلمين؟ هل يغسل؟ هل يكفن؟ هل يورث؟ هل لو كان حيا يرث او كذا؟ هنا يجب على ولي امر المسلمين في امثال هؤلاء الناس ان يستتابوا في ترك الصلاة او ترك الصيام او ترك الحج او ترك الزكاة أو غيرها من الأعمال أو فعل الفواحش. هنا هذا دور ولي الأمر، أنه يمنع من ارتكاب الفواحش ويمنع من ترك الواجبات، هذا دور ولي الأمر. لكن لو قدر أن ولي الأمر قصر في هذا الأمر وهذا الإنسان يعيش بهذه الطريقة، هنا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم في قضية الصلاة. فإذا كان هذا الإنسان إذا قيل له لماذا لا تصلي استهزأ وسخر، قال ما عندي وقت مثلا، أو قال ما بيصلي، أو قال ما هذا العبث تضيع وقت، هذا كافر مرتد، ولذلك لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا يورث ولا يرث. أما إذا ويستتاب وإن تاب وإلا قتل مرتدا. وأما إذا كان يقطع في الصلاة يصلي ويترك، وإذا قيل له صل قال إن شاء الله ادعوا لي ودي أصلي لكن والله انشغلت نسيت أهملت، وتشعر في نفسه يقول هو يعني أنه ندمان وده يصلي وده كذا وده، فهذه خلافية بين أهل العلم. هناك من يرى أنه أيضا كافر طالما أنه لم يصلي، وهناك من يرى أنه مسلم عاص مرتكب لكبيرة عظيمة وهي ترك الصلاة. فالمسألة مبنية على الخلاف في هذه المسألة، هذا فصلناها في غير هذا المكان يعني.